تحية مجددا لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا بهالصبحية بيوم جديد اليوم الثلاثاء. إن شاء الله تكون أوقاتكم كتير حلوة، تكون أعصابكم رايقة ويكون كل شيء جيد معكم، ما في شيء عم يشغلكم بالكم إلا الأشياء اللي بتشغل بال كل اللبنانيين. رح ننتقل نحن وياكم للقاء، بيخدنا لمطرح تاني مع ماريان كلاسي من جمعية كاتارسيس، حتى تخبرنا عن نشاط مع سجناء بسجن رومية، وطبعا تعاون مع إكزود من خلال معرض رح نعرف أكثر تفاصيله منك. ماريان أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ماريان. أول شيء، شو اللي دفعك أنك تنضمي لهالجمعية وتاخدي هالخط وهالنمط من العمل الاجتماعي تحديدا مع السجناء أنت كشخص؟ يعني أولا أنا كشخص بالعمل الاجتماعي دفعني أشتغل مع السجناء لأنه هن أكتر ناس بحاجة لدعم من قبلنا، بحاجة أنه نكون عم نساعدهم يتقبلوا أخطائهم، يتقبلوا غيرهم ويعترفوا. مش عم نقول نحن أنه هن أبرياء أو أي نوع معين، بس يعترفوا بهيدا الشيء ونعطيهم فرصة تانية، لأنه الإنسان اللي بيغلط له حق بالحياة مرة أخرى وله حق بالاستمرارية. هيدا عملنا نحن وهيدا اللي عم جرب نعمله من خلال جمعية كاتارسيس، مركز لبناني للعلاج بالدراما، مع زينة دكاش اللي بوجه لها تحية كتير كبيرة. نحن هيدا اللي عم جرب نعمله، هيدي الصورة اللي عم جرب نوصلها، انه السجين هو انسان مثلنا مثله، بيقدر عنده قدرات كتير كبيرة، بيقدر يوصل صوته بأي طريقة معينة. على كل حال شفنا مواهب يعني بأعمال مسرحية، واليوم رح تخبرينا أكثر. المسرحية صارت دي في دي وصارت كمان على سي دي. يعني اليوم كيف تتعاطوا مع هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن الجرم، بغض النظر عن الحكم تبعهم، بغض النظر عن يمكن ردة فعلهم تجاهكم؟ طبعا نحن دائما ما في تفرقة عنا لا باللون لا بالدين لا بالانتماء لا بالجنسية حتى، ولا حتى بالجرم ولا حتى بمدة الحكم ولا حتى أدائله بالسجن. نحن كل هدفنا انه نقدر نساعد هيدا الشخص انه ونعطيه فرصة تانية بهيدا الحياة مما كان يكون. نحن حدك، نحن موجودين هون. دونك اشتغلنا معهم، بلشنا سنة 2008 داخل سجن رومية، عملنا مسرحية 12 لبناني غاضب. نعم. اللي ربحت الوثائقي تبعها ربح 9 جوائز عالمية. ورجعنا بلشنا مشغل الشمع سنة 2010، اللي مردود الشمعة مثل ما عم تشوفوا هون، مردود هيدي الشمعة بترجع للسجين ليحسسوا انه هو قادر يعطي أكثر، هو قادر يطلع مصروفه، يقدر يقوم بأي أي شيء من أنتم يعني المواد بتأمنوا لهم إياهم على السجن؟ نعم. ليقدروا يشتغلوا. طيب يعني بهال التقنية وبهال الفينيساج عندهم الإمكانيات يعني بالسجن قد إيه كمان؟ يعني المسؤولين عن السجن بيعطوكم هالتسهيلات يقدروا يقوموا بهيك أعمال؟ صراحة هيدول الأعمال بعضهم بطريقة كتير بسيطة بدي أقول بدائية، لأنه ما فيك تفوت كتير معدات على داخل السجن. بتعرف ما فينا نفوت إشياء حادة أو أي شيء معين، دونك بنستخدم إشياء كتير بدائية. هول الشمعات بينصبوا بتبروال أو شيء كتير كتير ساب، ومن خلاله بيقدروا الشباب يطلعوا بهيدول الأعمال، بهيدول الزخرفيات اللي نحن عم نجرب قد ما فينا نقول للعالم انه تعوا شجعوا، تعوا ادعموا هيدا الشخص اللي عن جد نحن بدنا نعطيه فرصة تانية. نحن هلا بلشنا بسيستم جديد من خلال جمعية كاتارسيس، صرنا عم نعمل كاستمايزد كاندلز خاصة بكل المناسبات، يعني أعراس، أعياد ميلاد، هلا عم حضر لفالنتان، دونك شو بحبوا يكتبوا اسم عليها، بحبوا يكونوا عم يعملوا قلب، عم يعملوا وردة، أي نوع من الديزاين اللي هن بيختاروه العالم حسب الكمية أكيد. نحن عم نعمل أوردرات، وإذا حدا بيهمه الأمر نحن بنطلب منكم تتصلوا فينا على 03-162-573 تتكونوا عم تحصلوا على هدول الشمعية الشمع عفوا، اللي بأكد أنا أنه هن من شغل السجناء ومردودهم كله للسجين. على كل حال يعني محطوط هون ميدان رومي بريزون. صحيح. قديه هلا انتم موجودين بمعرض إكزود كمان؟ صح. هالمعرض اللي عم يفتح لكم كل ابوابه بس بهدف يعطيكم هيدي المساحه لتقدروا توصلوا اعمال سجناء، واضافه الى يعني هو معرض جاليري دائم. صح. لعرض اللوحات والاعمال الفنيه. بنقول لهم يعطيهم العافيه كمان، هن طبعاً عم بيساهموا بجزء من نشاطكم انتم. يعني
يعني زواركم المعرض تم افتتاحه مستمر مثل ما فهمت لعشرة شباط يعني مش كتير لتنين القادم صح بين العشرة والست المساء والسبت من الثلاثة بعد الظهر للساعة ست المساء نعم. لكل الأشخاص اللي بيهمون واللي أخذوا فكرة هيك من خلال هالعين الصغيرة من الشموع الموجودة معنا من أعمال بعض السجناء بسجن رومي لما بيشوفوا يعني التاج عليها انه صنع مساجين رومية بتشجعوا الناس؟ في كتير عالم عم بتتشجع وانا بتشكرهم كلهم لانه بعد عنا رغم كل شيء عم يصير عنا بلبنان بعد في ناس عندها حب العطاء عندها حب الاخر فانا بتشكر كل العالم اللي عم تدعم وتشجع نعم بالمعرض شو رح يشوفوا في غير الشموع في غير جمعيه كاتارسيس في لوميير دو دادانا اللي هي عباره عن لامبادير ارتستيك من شغل شاب عمره 28 سنه عنده توحد بمساعده امه وفي عنا خمسة رسامات مبدعات رح تشوفوا لوحات لأنهم كتير حلوين بدعى كل الناس ينزلوا على إكزود وبتشكر إكزود كتير على مساندتهم لجمعية كاتارسيس هني موجودين معنا بنقول لهم يعطيكم العافية ولكل الأشخاص اللي بيشتغلوا كمان بالكوليس بنقول لكم الله يقويكم ماريان كلاسي رح انتقل للعمل المسرح اللي قدمته اليوم موجود على DVD صار صحيح وين كمان موجود بمعرض إكزود ولا كمان موجود يعني بارلل مع الشموع ومع كل شيء خبرتينا عنه بارلل مع الشموع وأعمال السجناء نحن عنا ثلاث مسرحيتين no. اول مسرحيه هي شهرزاد ببعبدا اللي انعملت سنه 2012 داخل سجن بعبدا مع سجينات بعبدا هيدي المسرحيه نيولي ريليز بالاسواق اللبنانيه بتقدروا تلاقوها باكزود وبفيرجن ميجا ستور في كمان هيدي مسرحيه 12 لبناني غاضب اللي انعملت سنه 2009 مع سجناء سجن الرومية اللي كمان ملحق لها دي في دي الوثائقي اللي ربح 9 جوائز عالميه كمان بدي نوه انه شهرزاد ببعبدا عملنا وثائقي جديد اسمه يوميات شهرزاد اللي حصل على جائزتين بمهرجان دبي الدولي اللي هن جائزه النقد الدوليه في بريسكي وجائزه تقدير جائزه التقدير وهيدا هيدا الوثائقي الجديد رح ينزل بعدة مهرجانات أخرى وقريبا بالسينما اللبنانية بال 2014 حلو كتير كمان عم نشوف يعني ساونتراك 12 لبنان غاضب هول نعم. الأغاني بمسرحية 12 لبنان غاضب من كلمات وألحان السجناء نعم. كمان عملناهم على سي دي وبندعي العالم يكون عم يسمعون يعني عم نشوف عم تاخذون إلى منحى آخر من المكان اللي هن موجودين فيه وقدام نسمع أنه شو عم بصير مشاكل داخل السجن وتحديدا برومية كل الأشخاص يعني بيتجاوبوا معكم ولا يعني نوعية معلي عفوا على السؤال نوعية السجناء يعني لما بيتوافقوا معكم بيكونوا شاعرين بهيدا الندم أو ما بعرف شو حاسين كلهم بيشتغلوا ولا لا بتختاروا يمكن عين منهم أو هن اللي بيتطوع أو بيقولوا إيه نحن بدنا نكون منتجين نحن ما منختار نحن منجي نطلق هالمشروع ندعيهم مين بحب يشارك نفتح بابنا للكل أكيد مش من أول لحظة رح يقولوا لك أنا ندمان هيدا بياخد عمل يعني نحن قدرنا نطلع بالعمل المسرحي أخذت معنا سنة خبرية سنة من علاج بالدراما دائما داخل السجن دونك هيدول الأشخاص هن بدهم يشتغلوا على حالهم هن بدهم يوصلوا القرار من عندهم بدعم منا بدعم من هيدا النشاطات عم نقدر نوصل نحن وياهم لهون بس أكيد نحن ما منقول لا لأي إنسان هن حرين كامل الاستقلالية لقالهم إذا بحبوا يشاركوا ولا ما بحبوا يشاركوا ما منحدد يعني ما بقول إنه أنا بدي 20 شخص معنا الإعلام منه بعيد عن سجناء رومية يعني ممكن هلأ يكونوا عم بيشاهدونا ما عندي أدنى فكرة عن الموضوع نحن بنشتغل شمع معهم بنشتغل علاج بالدراما معهم أكتر من هيك ما بنقدر نكون عم نتواصل أكتر من هيك قدي يعني بتلمسوا منهم هيك رضا عن ردة فعل الناس على أعمالهم وعن المسرحية وعن يعني اليوم عم بتوصلون أكثر يعني من خلال DVD من خلال CD قديه هن عم بيكونوا هيك مبسوطين و هن دائما مشجعين وداعمين وشاكرين لجمعيتنا بالأخص لما بيشوفوا هالشمعات انأخذوا ونباعوا ورجع لهم مردود مادي منهم عم يتحمسوا أكتر عم بيكونوا أكتر إذا بدنا نقول بيرفكسيونيست لتطلع هالشمعة بهيدي الحرفية الرائعة منشان هيك هن مشجعين أكتر منا وهن سبب أنه نحن بعدنا مستمرين من 2008 داخل سجن رومي
بفضلهم. حلو كثير. يعطيكم الف عافيه. ما بعرف اذا عندك شيء بعد بتحبي تضيفيه. بدي اضيف عن مشروع جديد نحن رح نعمله مع اكزود بالاشرفيه. اكزود هالجاليري اللي بتلاقوها بالاشرفيه بطلعت عكاوي مقابل البنك اللبناني الفرنسي، عندنا مشروع جديد ب 7-8 اذار بمناسبه اليوم العالمي للمراه، رح يصير في سكرينينج لمسرحيه شهرزاد ببعبدا. هيدا سكرينينج ملحق بكيو اند ايز مع سجينات سابقه ظهروا من السجن. بدعي العالم عن جد يكونوا عم كتار عم بيشاركوا عم يحضروا، لهم هيدي الفرصه يقدروا يقعدوا يتحاوروا مع هدول الاشخاص اللي عندهم خبره داخل السجن وظهروا من السجن. بدعي العالم يكونوا كلهم موجودين ويتصلوا على رقم 01-33-64-64 الاكزود ويكونوا عم يحجزوا. وبتشكروا. نحن كمان منشد على ايدكم، منقول يعطيكم الف عافيه انتو ك يعني كاتارسيس واكزود وزينا على المجهود اللي عم تقوم فيه وكل العاملين. كلكم صبايا بكاتارسيس؟ لا نحن متعددين بس اكتريتنا صبايا. بوجهلهم تحيه كلهم. الكم جلاده، يمكن نفسكم اطول من الشباب. بحاجه لدعم الشباب صراحه. يلا هيدي دعوه هون من يوم جديد للشباب ينضموا لكم ويتطوعوا بهذا العمل الاجتماعي الانساني كمان. بدي اقول لك ميرسي، وبدنا نشكر السجناء على هالاعمال الحلوه. يعني اذا من خلال هالطرق البدائيه عم بيقدروا يصنعوا هيك، اذا تامن لهم هيدي بركي ما بعرف اذا نحلم هيك بمستقبل جديد، حتى السجن يعني ما يكون بس يعني مجرد طبعا. سجن يكون في كل المواصفات لاعاده تاهيل يعني كل من ارتكب جرم شو ما كان جرمه صغير او كبير. نقدر يعني نشوف عنا منتجين اذا بهالطرق البدائيه مثل ما قلتي لي، والنتيجه هيك لو مجهز اكثر واكثر اكيد بتكون النتيجه احلى واحلى. صحيح. فاذا انتم موجودين باكزود ب 10 شباط مستمر يوميا من ال 11 الصبح للساعه 6 والسبت من الساعه 3 للساعه 6، يعني هيدا اخر ويك اند اصلا. صحيح. بيقدروا كمان يتوجهوا لعندكم ويحصلوا على كل النسخات، اكان العمل الجديد العمل الاقدم وسدي الاغنيات للمسرحيه والوثائقي كمان. شكرا لك مريان كلاسي من جمعيه كاتارسيس، اهلا وسهلا فيك. ميرسي لكم. يعطيك الف عافيه. مشاهدينا بدي احيي كل الاشخاص اللي انضموا لنا هلا، كل اللي عم بيتابعونا بشغلهم بالبيت بالمكتب وين ما كنتوا باي مؤسسه، كل اللي عم بيبعثوا لنا صورنا عن التي في كمان بقول لكم صباح الخير لزميلات ولكل الاصدقاء اللي بيتابعونا دائما عبر السوشيال ميديا البيج الخاصه بالاو تي في او حساباتنا الشخصيه عم يترقوا تعليقاتهم وكل الكلام الجميل. بحييكم فردا فردا وان شاء الله نكون عم ننجح بانه هيك نجعل من صبحيتكم صبحيه لذيذه خفيفه نظيفه فيها المعلومه فيها التسليه فيها الافاده، وان شاء الله بيمرق الوقت هيك بسرعه حتى تقدروا تنجزوا كل مهماتكم المطلوبه منكم. نحن رح نروح الى فاصل اعلاني من بعد ما انا منتابع باستقبال ضيوفنا لغايه الساعه 11:30. انتم برفقه يوم جديد.